انت شفت ازاي الفعاليه امبارح؟ يعني انتوا كنتوا طبعا جايين بتحكوا لي ان الاجواء كانت جميله قوي، الجمهور كان متفاعل بشكل كبير. حقيقي بصي، كانت طبعا في اختلاف. احنا زي ما انت قلتي بنعملها في العادي في القاهره، السنه دي قررنا ان احنا ناخدها الدستنيشن اللي احنا بنعتبره دلوقتي هو يمكن الدستنيشن اللي بيحرك كل حاجه وكلنا بنتحرك ناحيته، حاجه مشرفه يعني. فاتنقل ليها الايفنت. كان زي ما ساندرا كده قالت، كان عندنا كذا بوث غير المين ستيج. احنا في العادي بيبقى عندنا ستيج واحد مين ستيج بنعمل عليه المسابقات، يمكن امبارح زودنا 6 بوث، كل بوث بيمثل بلد. وطول ما المين ستيج شغال في حد واقف في المين بوث بيتفاعل مع الجمهور وبيدوقهم اكلات البلاد المختلفه، فكانت اكسبيرينس جديده علينا وعليهم اعتقد. ايه البلاد اللي كانت مشاركه امبارح يا ساندرا؟ دول البحر المتوسط بقى، يونان، تركيا، مغرب، لبنان، اسبانيا، إيطاليا. وايطاليا وتركيا. واليونان. واليونان. اكل تركيا برضو قريب من اكلنا طبعًا شويه. طبعا اكيد. الناس كانت متفاعله اكتر مع اني بوث من بصي ساندرا بقى تفيدنا اكتر، لان انا كنت على المين ستيج، انا كان امبارح شغلتي المين ستيج وساندرا بقى كانت هي متوليه حته ال اللي كان اكتر. عايزه اقول لك استغربت من حاجه جدا، انه في اكلات احنا مش متعارفين عليها. يعني مثلا البايايا من اسبانيا مش من الوصفات اللي بتتعمل كتير حتى في برامج الطبخ معانا، لان الناس جايه تقول طب هو ايه الفرق بين الرز ده والرز الصياديه بتاعنا؟ طب هو انتوا حاطين سي فود فوق ومأكولات بحريه، ايه الفرق بين ده وده؟ والناس متحمسه انها تجرب وعايزه تعرف وتشوف. وفي ناس لقيناهم بيقولوا ايوه انا شفت الشيف الفلانيه وهي بتعمل ده في البرنامج، فده تطبيق وصفه كانت لنا. الجمهور اللي بتاعنا متنور، جمهور السفره بتاعنا متنور. انا من الجمهور بتاعكم نفسي لما بكون قاعده في البيت بفتح سي بي سي سفره فعلا اكلات بتبقى يعني جميله جدا. ممكن ما بعملش زي ما قلت لك منها كتير، لكن فعلا بتبقى يعني حتى زمايلنا هنا كانوا بتجوعونا يا جماعه يعني بجد. بس يمكن الميزه ان انت هتلاقي في سفره دايما احنا عندنا من اول الاكلات معقده جدا اللي تصلح للفاين دايننج وان هي تتقدم في مطاعم عالميه لحد ما حد بيعمل برنامج. انا مثلا برنامج نقنقة بعمل الحاجات اللي للعزاب، الناس اللي ما عندهاش وقت، بيت بيشتغل فيه الراجل والست فما عندهمش وقت فنشتغل بسرعه. فقصدي كل حد مهما كان درجه ارتباطه بالطبخ او شطارته في الطبخ لازم هيلاقي في سفره حد او برنامج ما بيخاطبه هو اعتقد. يعني مرة تدوق النقنقة اللي انت يلا بينا يلا بينا دلوقتي جدا عليه شوية جمبري وريب اي وبرجر. ده اليوم الفري، ده اليوم الفري. انا بحب الدايت بقى، هجيلك. انا كل ايام فري الدايت، الدايت عند ساندرا والتابويز عندي. ايوه ساندرا، انت بتقولي ان انت اصلا كمان يعني خريجة صيدلة، فانت بدأتي ان انت خدتي تغذية وبدأتي كمان في حب المطبخ. انت بدأتي حب المطبخ ده من امتى؟ بصي انا كنت اكتر جزء بحبه في الكلية في صيدلة هو المعمل. خلاص وما كانش فيه معمل لو بتشكل فيه الحاجة واقول لهم لو ممكن نغير كل الثيوريتيكال والحاجات الشفوي دي نعملها او الكتابة نعملها عملي وندخل معامل ونعملها بايدينا هبقى اسعد واحدة في الدنيا. وبعدين خلصت وجبت ولادي ولقيت ان انا محتاجة اطبخ لهم اكل صحي، فانا مش عارفه اطبخ اكل صحي قوي لان انا متعوده عادي اكلنا لاهالينا ربنا عليه. فدرست تغذيه، بعد ما درست تغذيه لقيت الاكل بقى طعمه وحش قوي قوي مش عايزه اقولها بس يعني. فمفهومي من اللي قريته في الكتب هو ما قالش اطبخوا ازاي، بس اللي لقيته ممنوعات وحاجات مش حلوه ان احنا ناخدها طلع الاكل مش حلو. فابتديت اخد شورت كورسز كده لطبيخ واسافر اخد كورسز وارجع واسافر تاني واتعلم حاجات وارجع. بس انت طول عمرك فيكي اكيد موهبه، اصل مش اي ست بتبقى حابه انها تاخد كورسز عشان تطبخ لاولادها. لا وكمان يعني. عايز اقول لك ان بصراحه الحق يتقال، ساندرا زي ما هي قالت كده الاكل الهيلثي لقيت طعمه وحش. ساندرا بجد الاكل بتاعها هيلثي وطعمه حلو جدا.